حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبق. يلا ماشي، انا كده خلصت الاكزاماني ميغو دو، اخش على الاكزاماني ميغو دو. في النادي. صباح الخير يا مارتين، انت فاضيه يوم الاحد بالليل؟ قالت لها الساعه كام؟ الساعه 7. ولكن ليه؟ قالت لها معايا تذكرتين عشان نشوف عرض جميل في الاوبرا. يا الله، انا بعشق الاوبرا والمسرح. حسنا، هنتقابل بكره الساعه 18 ونص قدام الاوبرا. حسنا، الى اللقاء. كده اللي عليه الدور الولاد. اول واحد في الجرسون ايه محمود. مشي سي بيرسون، هؤلاء الاشخاص. نقط. اخر واحدة اخر واحده على بيغا. لا يا راجل مش هم هيروحوا الاوبرا يا عم، بيقول لك هم فين في الاوبرا؟ هم هم لسه فين؟ هيروحوا. اه في الكلوب ده اسم العنوان، طالما جاب لك اسم عنوان فوق يبقى اعرف ان هو هيجي عليه سؤال. ماشي. افتكرت هم هيروحوا فين؟ لا ده مكتوب سون يكونوا. يلا يا واد يا محمد. مارتين ام تحب ايه؟ لوبغا إلو تياترا اجابه صحيحه. احمد عادل. مارتين رونكونتراتيلين ديفون. ها؟ معلش فين؟ ها؟ ايوه مات مات؟ مختين غونتغا أحمد. سيلين آه. يعني مختين قابل أيوه. سيلين امام هيقابل سيلين امام ايه بقى؟ أيوه أمام إيه بقى؟ يا ترى. يا ترى يا ترى. ثانية لبغا ده بيغا. ماشي يا احمد، ما موجوده فوق يا احمد، اتفضل. عمار. سيرين عن معاها ايه؟ ثانية واحدة نفسي اعرف مين اللي بيسرق منك الموبايل يا عمار، نفسي اعرف والله العظيم. يا ابني حرام عليك بقى اللي بتعمله في عمار ده. السؤال اللي ثانية بعده. مين ايوه يا ابني؟ نفسي اسمع جمله كامله يا عمار منك يا عمار، نفسي اسمع جمله. قولها مره. هتا دي هتقديمون مونش سوار. سوار أخير ايه ما ده ده مونش سوار. ماشي يا مسيو، اجابه صحيحه. ربنا يهديك يا عمار، انت واللي جنبك عمار. السؤال اللي بعده. مادموازيل مريومي. تبقى أول واحدة. اول واحده اجابه صحيحه. تري بيان. بس بوزه تاسيون تو دموند بوكوا تو با لو بيغا تو دي. صديقك بيسألك اختك على فكره يا حولة، اختك بتسألك مش صديقك. اتنين، بص على اتنين. اختك بتسألك لماذا انت تذهب للأفضل، فانت هتقول حلا الهوى. عشان سي بور فوا ان كونسير. إجابة صحيحة. طيب يا مادموازيل حبيبة. صديقك بيسألك أين يوجد الأوبرا في القاهرة تكون تاني واحدة إجابة صحيحة يا حبيبة. يلا يا جوجو، أنت سوري. أنت تشاهد سوري. أنت ترغب إنك ترغب في مشاهدة عرض في المسرحية في المسرح، أنت هتقول أول واحد. إجابة صحيحة يا سيدة جنى الجميلة. اتفضلي يا جودي، يلا بتطلع عين اللي خلفوني. أنت بتسأل صديقك عن رأيه في ال في ال في ال كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ أنا ساكت أهو. أيوة اللي هو البرنامج أعتقد يعني برنامج إيه؟ معلش معرفش أي برنامج يوم. معرفش اسمها ايه طيب؟ آه يا مرارتي. اسمها ايه؟ العرض؟ أيوة بالظبط كده العرض. ماشي ربي يهديك يا جودي، يا رب أشوفك هادية كده. آه ثواني حاضر شاتوني. آخر واحدة آخر واحدة. لا مش يبقى تاني تنفع واحدة أصلا. هو بالإحساس يا جودي ولا إيه؟ ولا بالبركة ولا حد يبارك رمب زبادي ولا ايه؟ تاني واحدة. كومون تو تروف، يعني ايه رأيك؟ يعني كده يعني يا جودي بقى، يا جودي الحمينة بقى، يا جودي بقى هتشيليني يا جودي. اللي بعد جودي اتفضل. عبد الرحمن.
عبد الرحمن. ايوه، اتفضل. اول واحده اول واحده جيب خي. الله عليك يا حبيب والديك. اتفضل يا موحى. تمام. مش اسمه بيك فتي، هتكون الأولى. الاولى. تخي بيان سيو. اتفضل يا حمودة. احمد عادل اخو ليلى عادل. أهلا مسيو، ديمو غدا إن شاء الله. سيو سامغا، سمر مين ان شاء الله؟ نقول ده سميوزغا. سميوزغا ساميزغا. انا سمعت سمراء. ماشي. مين؟ عمار اللي بيتسرق منه سمرة في الحقل. الموبايل. امشي يلا. والله بتتكلم يا احمد يا عادل، لو حد كان بيسمع صوتك يا احمد. يا رب عمار ما يتسرق منه الموبايل ولو لمره واحده بس، ويكمل جملته الاخيره. هتبقى في النص. حرام عليك. اهو اتسرق منه الموبايل. غلط. في فيرب متصرف، يبقى الفيرب التاني فين يا عمار؟ تبقى اول واحده. لا لا، اخر امشي يا واحده. عمار، خد اللي جنبكم. امشي يا عمار، يلا امشي يا عمار، يلا اخر واحده. مين اللي جاب طالما في بوس؟ فيرب متصرف، التاني في المصدر يا عمار. يعني ايه مصدر يا عمار؟ انفينيتيف اخره ايه واي ايه وايه ايه. يا عمار يا عمار، انت واللي جنبك مش عارف مين. ماشي ماشي يا عمار. اللي بعد عمار. مروان شيخ. هتبقى لول في النص. إجابة صحيحة يا سيد مروان، بارك الله فيك. اتفضل يا مريم. تبقى أول واحدة. لا عم، ماذا هي تريد أن تذهب للأوبرا؟ ماذا هي تريد أن تذهب للأوبرا؟ مش لايقة. آخر واحدة. آخر واحدة. إذا هي تريد أن تذهب للأوبرا، دي إجابة منطقية معقولة. السؤال اللي بعده. بسبوسة. مثلا عندي سؤال في اللي قبليها، هو ليه ما جاتش ابوستروف اللي هي عشان ال والسي؟ استني استني استني، هي السي دي لما بيجي بعديها ايل وإيلافيك اس بنعمل فيها ابوستروف، اما سي لو جت بعديها ال وإيلافيك اس ما بنعملش ابوستروف. احنا خدنا القاعده دي في قاعده سي. ليه بقى؟ لان الاي مع الاي بتتحذف الاي، اما الاي مع الاي ما بنحذفش الاي. ماشي اوكي اوكي، اوكي دوري يا مادموازيل، قولي في مظبوط. النص. طيب سيلياكي ام. إجابة صحيحة، برافو حبيبو. في النص. كونتي فا اكسلونتي يا حبيبة. اتفضلي يا جوجو. تبقى ان فيجيتي لوبلا. فورفوار ان سبيكتاكل، قصدك نروح الاوبرا صح؟ اون فا على بيغا، ده افضل. ماشي يا جوجايا، سودي ربنا يستر. جودي ماشي. بيراميد. صح. يعني ممكن نقول لي بيراميد بدل آن. ماشي. ليه؟ ماشي يا عسل. السؤال الذي بعده مع أستاذ عبد الرحمن عاطف. جيون في د 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 انا عايز اقول اشرب مشروب ساعة بس مش فاكرة كانت ازاي. مش هتنفع. انا بشرب ميه دلوقتي اهو معاك اهو، بس مش هتنفع. ليه بقى؟ لان ليه؟ يشرب يعني بواغ، مش هتنفع مع دي ابوستروف. احنا عايزين فيرب بيبدا بفويل. لو هنا زنق زنقه لازم تجيب فيرب بفويل. يا دي عبد الرحمن، فيرب يذهب، يا يذهب للنادي او يعمل اي حاجه. فيرب يذهب يعني ايه؟ عليه بس كده. ليه فين بقى؟ اي عليه مكان عليه اكلوب. او الكلوب. بس كده يا حبيبي. شفت يا باشا؟ الله عليك يا بودة يا بدودة. يا والله يا واد يا محمد. اون اي تي جيمونج دوراغلاس. جيمونج دو لا بلاس. الله عليك يا محمد يا طالع ايس كريم تحبه. ماشي يا محمد.
هيبوظ الفورمه بتاعتك يا محمد ده. ماشي، سعرات حراريه بقى وكالوريز كتيره. في الشارع ده صحفي وده نادر، قال له ايه بقى؟ انا بعمل تقرير صحفي على البرامج بتاعت الراديو، اقدر ان انا اعرض، يعني اعرض عليك بعض الاسئله. بالتاكيد، هل حضرتك يعني بتسمع احيانا الراديو؟ يعني ايوه بسمعه خصوصا في العربيه وانا رايح الشغل بتاعي، لان انا اصلا مرشد في المتحف المصري. طيب بيقول له ماذا تسمع في الراديو؟ بسمع موسيقى. طب بتسمع معلومات؟ قال له ايوه بسمع برضو معلومات علشان اعرف ايه اللي بيحصل. قال له ايه القناه اللي بتسمعها في الراديو؟ قال له راديو مونت كارلو، اذاعه مونت كارلو. ونبدا بقى اول كيستيون مع مسيو احمد عادل، فليتفضل مشكوره. احمد عادل فليتفضل مشكوره Oui, monsieur. ويطلع مطلوبه. Sud Kimo et Andy Log. ديالوج، اسمه ديالوج، يا ديالوج انت يا ديالوج. ماشي يا حموده، ماشي يا كباتن. اللي بعد يا حموده اتفضل. تبقى أولى. هتكون اول واحده. ماشي يا مسيو، اجابه صحيحه يا عمار. الحمد لله ما حدش سرق من الموبايل المره دي. مروان شادي، تبقى سي آخر واحد. هتكون سي. اكسلو، اجابه صحيحه. تفضلي يا مريم، هتبقى ثاني واحدة. هتكون تاني واحدة. أمفاتيو، إجابة صحيحة. تفضلي يا بسبوزة. مسيو نادر، إيه يكون؟ جيت غوستيك. إجابة صحيحة. تفضلي يا جنجونة، يا حبيبة ولا جنة؟ مين؟ يا حبيبة. آخر واحد. في النص. بي سي ولا بي ولا آخر كلام بي بي ولا سي سي ولا بي ولا آه؟ ما بيقولك بسمع موسيقى ومعلومات. مين اللي بعدها؟ اتفضلي يا جنى. سوري. صاحبك بيسألك ازاي بتروح للثانوي، انت هتقول هتبقى سي. هتكون سي جي في اون تاكسي، إجابة صحيحة يا سيدة. تفضلي يا جودي. ثانية، احنا فين اصلا؟ ماشي. انت بتسأل صديقك هو بيروح للأوبرا كم مرة، صح؟ آخر واحدة. آخر واحدة. كومبيان دو فوا، إجابة صحيحة يا سيدة جولي. تفضل يا عبد الرحمن. تو دوموند دو نابي بوكو إل فو تياتر كيسكيل دي، ترجمة إيه؟ تسأل صديق لماذا يذهب إلى المسرح وماذا يقول؟ أول واحدة. إيه يا عبد الرحمن؟ مسرح وفيلم إزاي يا عبد الرحمن؟ ده أمال إيه مسرح. آخر واحدة ولا؟ أشجع فريقي في المسرح إزاي يا عبد الرحمن؟ في المسرح ارحم عادي يعني. يا دي، اتفرج على مسرحيه. يا عبد الرحمن هتبوظ الاماكن ولا ايه؟ لا اله الا الله. ماشي يا عبد الرحمن اتفضل يا محمد. Comme les frères du monde, comme tu recevais un billet de théâtre, يعني أخوك بيسألك إزاي بتحجز تذكرة للتياتر، فهتكون أول واحدة. اكسلون يا جامد. اتفضل يا احمد عادل. Oui, monsieur. Ça fait. بولو Oh, demain. تيكيت. Demain, غدا. Je. هتبقى يغيب ال. يغيب ال. أي. عشان هي اسمها النهاية. إيغاي، بس إيغاي دي مش عارف انت بتجيب النطق الجميل بتاعك ده منين. انت واخد كورس مع مين يا احمد؟ ما شاء الله، لا أنا واخد كورس مع نفسي. ما واضح جدا خط مع نفسك، الحمد لله. أرجو ما تنشرش الكورس ده في البيت عندك. ماشي يا أحمد. ماشي يا مسيو. يغير. اتفضل يا مين اللي بعد عبد أحمد؟ يا عمار بتاع الموبايلات. هتبقى ألف نص برطون. لا، هي أول واحدة. باختيون.
للأسف تمام. للأسف يا مسيو. ليه بقى؟ الدرس ده اللي هو كان اسمه زمان يعني اللي هو سوبجكتيف بريزون، خدناه في الترم الأول، كانت نهايته إيه؟ E E S E E O N S E E Z و E N T، كان النهاية بتاعته كده، كانت بتيجي مع النو والفو ونختار E O N S E E Z. طب بنعرفه إزاي؟ بيكون في تعبير زي التعبير ده كده، وفي كلمة كو، إلي أغو كو، جي سوي سيغ كو، ومش عارف إيه كو، أي حاجة كو 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 كو. الحاجة التانية إن السوجي ده بيكون عكس السوجي ده، يعني ما يكونش هو هو، بيكون مخالف ليه. ماشي يا أبطال، ماشي يا أبطال، يلا خش على السؤال اللي بعده، خش على السؤال اللي بعده. كان عندنا مين؟ مروان. تبقى بغون داخل في نص. إجابة صحيحة، بارك الله فيك، اتفضلي يا مادموازيل مريم. هتبقى أول واحدة. إجابة صحيحة، تخيب يا مادموازيل. اللي بعده مادموازيل، هو ليه ما خدناش الأخيرة يا جماعة؟ بس سؤال بسيط جدا يعني. عجي. مش نافي المستهدف؟ لا هي في ماضي، ما هي دي ماضي ودي ماضي، ليه ما اخترناش الأخيرة؟ اخترنا الأولى مع إن الاتنين ينفعوا. عشان هي بتقضي، يعني باسي بمعنى بتقضي مش بتعمل. الله عليك، يعني طلع عشان هي معناها تقضي، واللي بيجي بمعنى تقضي بيجي مع فيرب مين؟ افوار، واللي بيجي بمعنى يمر يجي مع اتر، فهي بتقضي الاجازه، يبقى تيجي تبع مين؟ تبع افوار. ماشي يا بسبوزه، حاسس كده دحيحه من تحت لتحت كده، تقول لنا مش بتذاكر وبتذاكر من تحت لتحت. السؤال اللي بعد، دوري يا مسيو. اتفضلي يا بسبوزه. أساسا بقول إيه؟ هتبقى سيباو. الله عليكي، إجابة صحيحة، اتفضلي يا بيبا. آخر واحدة. Je ne vis jamais excellente يا بيبا، تفضلي يا جانا. تاني واحدة. excellente يا جوجو، تفضلي يا جودي. أول واحدة إجابة خطأ، الله ليه؟ يسامحك. تشتروا حاجة، يبقى آخر واحدة. هل هتشتروا حاجة ولا جايين تتفرجوا يا جودي؟ زي ما بنروح نقعد كده في المحلات يا جودي. اتفرجي بس يا جودي، لكن ما تشتريش حاجة، بس انا مش هتكلم. ماشي، اوكي. السؤال اللي بعده مادموزيل، لا مسيو، مسيو عبد الرحمن، ماشي. قول يا عبد الرحمن. انا ادوك امون انيفرسيل. أمونا لتفسير، إجابة صحيحة. الذي بعده فليتفضل مشكورة، مسيو محمد، فلتتفضل سيد محمد. Pour se promener en plein air, مسيو هو معناه يعني عشان احنا نتمشى في نمشي في الهواء ايوه الطلق، اقول ايه بقى يعني ايه اللي هنعمله ايه؟ يعني بنروح هنعمله فين؟ ايه؟ ما في أماكن فيها هواء طلق زي شاطئ البحر، زي الجنينة، زي البارك، فتروح فين؟ يعني مثلا اونفا يعني على شاطئ البحر، au bord de la mer. قبل هواء طلق، البو اونفا صح؟ اونفا او بو ايوه ايه ده، اون فا وي او بور دو لا مير، هواء طلق اكيد يا محمد، ده البحر يا محمد. بس هو يعني ايه يعني ايه حديقة؟ جاردان جاردان صح؟ ايوه جاردان. وي والبارك الكبير يبقى او بارك. ماشي يا عم محمد، اتفضل يا عمي. مين اللي بعد محمد يا جماعه؟ اللي ما احمد عادل أنا اللي طلع رقم، اعوذ بالله من كلمه انا اعوذ بالله من كلمه انا. اتفضل يا باشا. ماشي. كالجولي، وجولي معناها متعصب.
وانت اتسرق منك الموبايل زي عمار ولا ايه؟ لا لا، ما حضرتك كوميسيو. قلت ايه يا احمد؟ بس قلت ايه، فهمني. جولي معناها متعة صح؟ أو ممتع متعة؟ على فكرة، أو ممتع. اه يا له من كذا، ممتع او جميل، ماشي، بس عايزين تكملة يعني. حلوة، تمام. كلمة مذكر، كلمة مذكر يا احمد. كلمة، ما الممتع؟ أو ما ممتع؟ فيلم يا احمد، فيلم يا احمد، ماتش يا احمد، لا، هتبقى سبكتاب كونسون، يا احمد، كونسون، كونسون، كونسيخت قصدي، كونسيخت. كونسيغ يا احمد، أيوة. في 500 حاجه يا احمد. اللي بعد احمد اتفضل. مسيو عمار اللي بيتسرق من الموبايلات. هتبقى ولا فيلم؟ فيلم في الاوبرا يا احول، يا احول، اوبرا بتتفرج على الفيلم فيها. خد يا، هتقول الواد ده هنا. فيلم في الاوبرا ماتش. يا، يا كونسيغ يا بور فوار ان كونسيغ. ده السؤال ده لسه جايلك من شويه، لسه طازه من شويه، حرام عليك. كفايه انا زهقت من القطع، خش على اسئله السيتواسيون على طول بقى، كفايه قطع كده بقى، زهقتونا. اتفضلي يا مين، مريم، لكي تعبر عن لتعبر عن رغبتك أنت تقول أمنيتك. لبقى. غلط، ما ينفعش أسئلة واحدة عشان بتعبر عن أمنية. عايزة تكوني إيه؟ تبقى أول واحدة. أيوة كده، ما دي أمنية، عايزة أكون كذا. اتفضلي يا بسبوسة. تامير تدموند دو بوندغ تكلي. هتبقى أصمك ليه؟ آخر واحدة. مامتك بتقول لك ما تنسيش مفاتيحك، تقول لك ايه يا اذكى اخواتك؟ ايوه، ما تنسيش تاخدي المفاتيح، شكلك بتنسيها على طول. اتفضلي يا مادموازيل حبيبه. صديقك بيسألك ماذا يوجد في القصر؟ أنت هتقول آخر واحدة. اكسلونت. اتفضلي يا مادموازيل جوجو. تي بروبوز. أنت بتعرض على صديقك إن أنتوا تروحوا القلعة. أنت هتقول أول واحدة. إجابة صحيحة. تفضلي يا جودي. tu arrives à l'heure. أو دقني واحدة، أنا في النص إجابة خطأ، تكون أول واحدة. كنت كنت هتقولي يا جودي. أنا عارف يا جودي. عبد الرحمن. سي جاليون فرانس جو لو لوفر. أول واحدة. إجابة صحيحة. تفضل يا محمد. il faut que tu bien tes leçons. من الأولى. الأولى إجابة صحيحة. تفضل يا أحمد. دون زان مومون مي كومبارون دو فرانس. أيوة. ما حضرتك مسيو. دون أن مو في السنة في الإجابة تكون إيه يا هذه. أحمد؟ عشان أنت هتغلط فيها، الإجابة تكون إيه؟ لا مسيو، إن شاء الله مش هغلط فيها. إن شاء الله نشوف. طيب نفترض إن مواضي تقريبا مرة، فالمرة مي غرون بارون فيني انه فيني آخر واحدة. مش بقول لك هتغلط فيها يا تافه، يبقى تسمع كلامي يا تافه. شكرا مسيو. يا ده انا المسيو يا دي احمد، يوه انا المسيو هاني يولا، عيب عليك. يوه كلمة دو لما يجي بعديها وقت يا استاذي، اللي بكل مرة ده معناها شهر يحول، مش احمد، يبقى ده مستقبل فيتور، والفيتور هنا يا احمد هتسيب كده هيكون برضه. اللي في النص. فزت عليك يا احمد فرهان يا احمد، شفت بقى؟ اتفضل يا ولد عمار. اصلا متعود يا مسيو ان انا كل مره لما يجي لي سؤال كده احله في المستقبل ويطلع غلط، فانا بحله بقى في الم... فانا بحله في ال... في ال... في ال... عكستها في الحاضر. حبيبي، اذكى اخواتك بجد بجد، اذكى اخواتك، لازم تعمل اختبار اي كيو يا احمد. اللي بعده. تمام يا مسيو، هكسر العداد من كتر ذكائي. مش هشتغل اصلا. اتفضل يا مسيو.
فضل يا مسيح عبد الرحمن، امين. الله على الموبايلات، ربنا يستر بقى الموبايلات كتير مرات. الفلوس ها في الاخر اتسرق منه الفلوس موبايل، ماشي بس اتسرق برضه منك الموبايل، ماشي اللي في نص صح. اتفضل يا مارو. هتكون ست، ما في اتنين ست، يا واد يا اللي في واد يا النص اللي في مروان، النص. ماشي يا واد يا مروان. السؤال اللي بعده مادموازيل مريم، مادموازيل مريم حضرتك حضرتك تفضلي. هتبقى تبقى تاني واحدة، ماشي إجابة صحيحة. بسبوسة، هتبقى تاني واحدة. إجابة صحيحة. اتفضلي يا مادموازيل حبوبة. مش عارف، مش عارفة تجيبي فيرب في المصدر، مش عارفة الجملة التافهة زي دي ازاي. ما تنساش تعمل ايه، ما تنساش تاكل، يعني تاكل بس كده خلاص خلصت بس كده، مفيش حد ما بينسى تنساش ياكل يا تعمل مسيو، الواجب. ايه يا احمد؟ مفيش حد بينسى ياكل يا مسيو. اه والله يا احمد، اه للاسف الجيل ده ما عندوش دم، الكبار يحرقوا الجملة كانت بدمهم. منطقية يا مسيو. خلاص خلاها تعمل الواجب يا احمد. ها في حد ما بينساش الواجب يا احمد؟ في حد بينسى؟ في كتير بينسى الواجب في اغلب لا طبعا، الفوق. زيك يا احمد زي اللي مين تبعتولي بس؟ قبل الحصه ايوه ب5 دقايق، الله يهديك. انا، لا السنه اللي فاتت تشهد علينا. لا السنة اللي فاتت. ايوه لا معلش، ايش احنا سنة اتفضلي يا جديدة جنى، نفس مختلفة. ايوه بصفحه جديده، واجب جديده، وجهه جديده، وكل حاجه جديده، ذكاء جديد. تفضلي يا مدموازيل جنى. جوجو هتبقى سن دي دي لسه شرحها. سكريبتشر. لا 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 مسكي لسه قايلها لاحمد النهارده بدايه الحصه. في وسط القلعه موجود ايه؟ لا مسكي ده مسكيد محمد علي. محمد علي باشا بس بالظبط. السؤال بقى، السؤال بقى كان ايه؟ شايل اليابا، فانا افتكرت ان ده المرشد السياحي، فانا رحت كتبت ايه بقى؟ رحت كتبت ايه تغي جونتيل. يا حبيب قلبي يا احمد، والله العظيم انت انت اللي جونتي، والله والله انت اللي جونتي يا احمد. شكرا يا مسيو. اسكت يا احمد، العفو يا حبيبي. ما هي ام الجمله دي ركزت لكم عليها كتير ولكن بتنسوها. في وسط القلعه يوجد ايه؟ مسجد الباطل ومسجد محمد علي باشا، وعندنا بئر يوسف لبوي دو جوسيف، ماشي ولكن لا حياه لمن تنادي. اللي بعده يا أنا حاجه جو. اه ماشي. وأعوذ بالله من كلمة أنا. هو انا دايما بيجي لي اتمنى، انا عايزه، انا مش عايزه حاجه بس ماشي. وأنت ده إيه الكآبة اللي جواكي دي؟ ده إيه خزان الأحزان ده؟ وجيت طلع لنا انا في الحصة، خزانه إحنا احزان. ناقصين، إحنا ناقصين أحزان. ماشي ماشي لا ماشي. لا، ده رضا يا مسيو مش عذاب. رضا، رضا مين دي إن شاء الله؟ فين الرضا ده؟ ده البنت تحس إني عايشة في مش عارف إيه ده، والله ايه خزان ما أحزان. عملت حاجه انا. ده تضربني يا جماعة، خلاص أنا آسف، إيه لو تاني تضربني؟ أروح النادي مثلا، أزور الأهرامات مثلا، أسافر مثلا، أروح البحر، الأهرامات أي حاجة من دول. غالية على فكرة، مش هينفع نزورها. آه يا مررت، أروح الجنينة، جاردن ببلاش. أليه، أوه، جاردان، ولا جاوبت حاجة اللي جاوبت. وآخر سؤال معنا النهاردة هيكون مع مسيو عبد الرحمن عاطف، فليتفضل. مشكورة، آخر سؤال في الحلقة نمشي يا يلا. مسيو، لكي ما أعرفش تركب عنها إيه. عجل، لكي تركب عجل لازم ايه؟ عجلة، بس كده لازم ايه؟ عجلة. بيقول لازم عجلة، يقول لازم ايه؟ لازم عجلة، دراجة، ايه ما اند اعرفش لازم بترول. ايه؟ لا ما هي لازم اهي اهي اي اهي. لازم ايه؟ لا اله الا الله. انت واكل ايه على الفطار يا دي؟ انت في ايه يا ابني؟ زي عشان تركب عجل لازم عجلة، اه عشان تركب عجل، عشان تلعب ركوب انا عجل. افتكرت لازم حاجة في العجلة، انا ما اعرفش. ما لازم ايه يعني في العجلة؟ ما هي عجلة نفسها، عشان نركب ركوب العجل، نمارس ركوب العجل لازم عجلة. بيسيكلت، ماشي يا مسيو. ماشي ماشي.
إلى هنا نقف سيدتي سادتي، والواجب الذي مطلوب منكم هو الامتحان رقم 5 والامتحان الرقم، لا كفاية عليكم امتحان رقم 5 عشان عندكم امتحانات تانية، كفاية ده. شفتوا ازاي بقى انا رحيم بكم ازاي؟ اه والله حبايبي اه ما ظبط شكرا ما يا حسام. روقكم. تمام ماشي زي، ممكن تبعت الملزمة دي او الامتحانات دي؟ اه من عينيا، وهعمل لكم بقى تصحيح الواجب اللي فات مع الجديد. حاضر ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن او شاء با الله. ماشي شاو ماشي شاو لزليل. ماشي.